بالترحيب بالأخوة الأعزاء كابتن خير الاتحاد الكابتن المدرب الأبطال. ابتداء أنا أهنيكم بصراحة بدون أي مجاملة، أهنيكم على الأداء اللي قدمتوه اللي أسعد كل أبناء الشعب العراقي. فعلا عندنا منتخب نفتخر به، مستوى متصاعد من الأداء، فريق متجانس، لعب حقق نتائج فوز في 3 مباريات، منتخبات مهمة فاز عليها، كابتن أيمن لحد الآن هو هداف بأهداف مهمة. هذه كرة قدم، فوز وخسارة، لكن اللي شفناه أداء مغاير، يعني حقيقة نشعر بالارتياح أنه عندنا منتخب بهذا المستوى. لذلك كل التقدير والشكر للاتحاد، للمدرب والكادر التدريبي، لكل اللاعبين الأبطال. ما صار مجال أن نلتقي باقي الأخوة على الأداء اللي قدمتوه اليوم. إحنا هذا اللقاء رسالة تأكيد على دعمنا للمنتخب، وخصوصا استحقاقاته القادمة إكمال تصفيات كأس العالم. هذا الهدف اللي ينتظره كل أبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله يتحقق على أيديكم. وأيضا هو تأكيد على دعمنا للرياضة بشكل عام، اللي حصل من ملابسات في المؤتمر الصحفي. إحنا بلد يعيش جو من حرية الرأي والتعبير، لكن البعض يسيء إلى هذه الحرية ويتصرف بشكل غير مقبول، ما يمد بصلة للعمل المهني والإعلامي. احنا فقط نأكد على اعتزازنا بوجودك مع المنتخب ورغبتنا كمشجعين قبل أن نكون مسؤولين في وجودك مع هذه النخبة من الأبطال، حتى تستمر إن شاء الله وتحقق الهدف في الوصول إلى نهائيات كأس العالم. أبناء الشعب لحد الآن يذكرون فييرا المدرب في كأس أمم آسيا 2007. من طبع العراقيين أنه يحبون أصدقائهم اللي يقفون معاهم ويقدمون لهم الدعم. اليوم شعبيتك أكثر من أي مدرب أجنبي تواجد في العراق، فكل التقدير لجهودك وجهود اللاعبين الأبطال. يعني فعلا حسستونا أنه عندنا منتخب بصراحة. هاي مو كلمات أريد نطيب بها خواطر، لا، هذا تقييم. يعني إذا أريد نقولكم أكو فد أداء مو زين، والله نحكي أكو خفوات أكو أخطاء موجودة، بس بشكل عام عندنا منتخب. الآن المنتخب مختلف تماماً عن السنوات السابقة، وأنا أتكلم كمتابع وبشهادة كل المختصين. منتخب عنده إمكانية وفرصة أن يثبت جداره ويكون من ضمن المنتخبات اللي تلعب في كأس العالم إن شاء الله. شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، شكراً لاستقبالك، لدعمك، لاهتمامك، لتواصلك ويانا بشكل مباشر، واللي كان إلى حقيقة الأثر الكبير في رفع الجانب المعنوي وتهيئة اللاعبين للدخول في هذا المحفل الكبير. أيضا الدعم الكبير اللي يلقى المنتخب الوطني من أبناء شعبنا وجماهيرنا الوفية اللي عزت المنتخب، إن كانت في الدوحة إن كانت في بغداد وبقية المحافظات. فبالتأكيد أنه كان له أثر. حقيقة إحنا نأسف على ما حصل، يعني من خروج مبكر من يعني من دور 16 ما كنا أنه يعني نتمنى انه يصير اللي صار، لكن هاي كره القدم. ويمكن احنا ما نريد نقول فقط صح، كانت قرار طالب كبير يتعرض للمنتخب الوطني اللي يسبب في خساره المنتخب، لكن ايضا هاي المباراه سياده الرئيس فيها دروس كثيره. واحنا يمكن تحدثت انا والمدرب ما يقارب الساعه في اليوم الثاني اكثر من ساعه، كنا نبحث كل الامور انه حتى لا نوقع في مثل هذه الاخطاء مستقبلا ونتهيأ بشكل أفضل لاستعدادات تصفيات كأس العالم اللي راح تكون عندنا إن شاء الله في شهر آذار المقبل يوم 21 عندنا الأبوية الفلبين، وبعدها نسافر إلى الفلبين أيضا لإقامة مباراة ثانية يوم 26. أنا حقيقة سيادة الرئيس اجتمعت مع اللاعبين يعني برغم الحزن اللي أصابنا بعد المباراة والذوق حقيقة، لكن يمكن متابعتك
اتصال دولتك بينا، وايضا التغريده اللي طلعتها انه خلتني افكر على الفور انه المرحله القادمه هي اهم من المرحله اللي انتهت انتهت. فلذلك اجتمعت باللاعبين وشكرتهم على ما قدموه من يعني من اداء داخل هاي، لكن نفس الوقت انه طلبت منهم انه يكونوا مستعدين اكثر، انه هاي البدايه الحقيقيه للكره العراقيه، انه يجب ان نستعد لتصفيات كاس العالم. لذلك انا اعتقد يعني اللي صار اكرر اعتذاري واسفي نيابه عن الاتحاد وعن الكادر التدريبي وعن اللاعبين لدولتك ولشعبنا العراقي ولجماهيرنا، لكن احنا نوعدكم انه احنا راح الجميع يبدا كل ما يمكن لاسعاد شعب. فشكرا جزيلا سياده الرئيس. ما قصرت اخواننا اعضاء الاتحاد يعني موقفهم داعم، هذا كلها جهود فريق عمل. Me gustaría darle las gracias al primer ministro por el recibimiento y como ha dicho Mr. Hernán también por todo el apoyo que hemos recibido durante el campeonato. احب اشكر حضرتك سيادتك طبعا على هذا الاستقبال، وايضا باكد على كلام كابتن عدنان، دعم حضرتك المتواصل اكيد شيء مهم جدا وعامل مساعد لنجاح الفريق. He sido deportista y sé que para los jugadores escuchar de voz del primer ministro todo el apoyo es importante porque sientes que el país está detrás tuyo y te está respaldando. انا شخص رياضي واعلم اهميه ان لاعب كره قدم يسمع صوت رئيس الوزراء او الدعم الحكومي، ويعلم ان الشعب بالكامل او الدوله بالكامل تقف خلفه. Yo me siento muy orgulloso de representar a para mí ahora mismo es como si fuera un ciudadano iraquí, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en España, lo digo aquí, para mí el representar a la selección iraquí me siento un iraquí más. أنا طبعا فخور بتمثيل المنتخب العراق، ودايما بقول هذا الكلام لكل وسائل الإعلام في إسبانيا وفي كل مكان، إن أنا فخور بتمثيل العراق وأعتبر نفسي عراقي الجنسية. Para mí es un orgullo ver que a pesar de la derrota el pueblo iraquí, la federación, el gobierno está detrás de nosotros porque ve que hay un trabajo y que se sienten orgullosos. Para nosotros es emocionante, se me ponen los pelos de gallina el saber que el pueblo iraquí está orgulloso de nosotros. أنا أعلم إن الشعب العراقي فخور بينا، وأنا أعلم مدى مساعدة الدولة ووقوف الدولة خلف الفريق. Creo que eso, que el fútbol es una herramienta muy importante para unir al país y creo que lo estamos consiguiendo. كرة القدم هي أحد الأشياء التي توحد الشعوب وتجعل الشعوب متحدة، وهذا ما نعمل عليه. Y lo que más me dolió desde la rueda de prensa es que al final la imagen que pueden ver desde fuera es la imagen de Irak, cuando Irak no es esa imagen. La imagen de Irak es de un pueblo hospitalario, de un pueblo que te abre los brazos, de un pueblo que te acoge. Y es lo que me dio más pena, porque yo en ningún momento me sentí amenazado ni nada. Me dio más pena por el daño que se le causa al país que por lo que me podían hacer a mí. ما أحزنني في المؤتمر الصحفي أن هذه صورة العراق كدولة العراق. العراق دولة تحتضن الجميع، ترحب بالجميع، ولكن هذه الصورة التي صدرت للعالم لا هي لم تكن صورة العراق، وهذا ما أحزنني. Estoy muy contento con mis jugadores, con la federación, con el gobierno. Esperemos que volvamos pronto, que no pase nada. أنا طبعا سعيد باللاعبين، سعيد بالاتحاد، سعيد بالدعم الحكومي والحكومة، وأتمنى أن نستمر دائما سويا. إن شاء الله. شكرا. يعني مثل ما تفضلت، هذا التصرف لبعض الإعلاميين لا يمت بصلة للإعلام العراقي بصراحة. الإعلام العراقي فيه من الإعلاميين والصحفيين المهنيين اللي يحترمون بلدهم وحريصين دائما على عكس الصورة المشرقة الحقيقية للواقع العراقي. كل أبناء الشعب العراقي محبين للأصدقاء ويقدرون إسهاماتهم ودعمهم، هذا هو الوجه الحقيقي للعراق وبالذات للإعلاميين. كابتن ما قصرت، بارك الله فيكم. نشكرك مرة عن اللاعبين، نشكرك على استقبالك، نشكرك على دعمك المتواصل للمنتخب العراقي وللاتحاد. تسبقوا بهذا الشيء، كنا نتمنى ان نوصل ابعد نقطه في البطوله. قدر الله ما شاء فعل. ثم المجموعات يعني من افضل المباريات، الناس خلت ثقتها بينا كلاعبين كمنتخب عراق.
اكيد احنا حزينين كلاعبين. دائما احنا من ندخل الملعب نفكر بشيء واحد هو العراق، نفكر بشيء واحد انه شلون نسعد جمهورنا. احنا ما لعبنا بقطر صح، بس ما لعبنا كنا بالبصره مو بال حجم الجمهور اللي كان موجود، حجم الجمهور، حجم الاجواء. واحنا نشكرك على تعاملك مع الجمهور، اعتقد دائما يناقش الجمهور طبعا لقاءات ان شاء الله نكون قد حسن ظنكم كلاعبين. امامنا مسؤوليات كاس العالم، ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. كل اللاعبين يشكروك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. احنا نشكرك انت ما قصرت. لا والله ما وصل، بس بعد اكيد كانت فرحه، يعني الفرحه شويه زايده حسب ما يقولون هم بعض اكيد. بس نشكرك على الدعم المتواصل وان شاء الله جايات ان شاء الله. ان شاء الله احنا واثقين جايات افضل، وثقوا بالله. كل ابناء الشعب يقدرون اللي قدمتوا شيء كبير. سلموا على اخوانكم اللاعبين وتنقلوا لهم ثقتنا الكبيره. ان شاء الله يتجاوز كل الاخطاء ويدخل الاستحقاقات القادمه كل همه بوجود المدرب. ان شاء الله ان شاء الله.